لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. Una orden internacional de detención interpuesta por las autoridades marroquíes por asesinar presuntamente a 6 miembros de su propia familia. Las investigaciones de la Policía Nacional, la posible presencia en España en la ciudad de Salé, fueron perpetrados el pasado mes de febrero en el marco de una disputa por un terreno en herencia. El día que suceden los hechos, el objetivo ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial. اعتقلت سلطة إسبانيا صباح يوم الأحد المشتبه في ذبحه وحرقه 6 أفراد من عائلة واحدة في مدينة سلا. وحسب وسائل إعلام إسبانيا فإن السلطات المغربية كانت قد قدمت إشعارا بوجود مشتبه فيها في ذبح وحرق 6 أفراد من عائلة واحدة في مدينة سلا في فبراير الماضي في إسبانيا، إذ تمكنت سلطات إسبانيا اليوم من اعتقالها. وحسب المصدر ذاته فإن اعتقال المشتبه فيه جاء بعد ترصد الله لمدة أسبوع قبل أن يلقي عليه القبض اليوم في مقاطعة كاستيون في حدود فالنسيا. نشكركم على حسن المتابعة.